معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد السيد فالح العيساوي عضو مجلس النواب. مرحبا بك سيد فالح. اليوم رئاسة البرلمان ناقشت مع الكتل النيابية تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات، ما أبرز النقاط الخلافية التي تعيق إلى الآن إقرار هذا القانون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل مشاهدي قناة الفلوجة. أهلا بك. طبعا مناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات، طبعا هو هذا يعتبر من أهم القوانين التي يناقشها البرلمان، باعتبار أن من واجبات مجالس المحافظات والحكومات المحلية هو خدمية وأكثر تماس بخدمات المواطنين. طبعا لدينا ثغرات كثيرة على قانون مجالس المحافظات في الدورات السابقة، طبعا هناك نحاول قدر الإمكان أن يكون هناك قانون رصين جدا لا توجد فيه ثغرات، وبالتالي سوف تكون مخرجات هذا القانون لا سمح الله سيئة جدا. وبالتالي كان هناك اجتماع لكل الكتل السياسية وهيئة الرئاسة من أجل الوصول إلى اتفاق أو الوصول إلى قاسم مشترك بين هذه الكتل السياسية. طيب. باعتبار أن مساحة أو المساحة الجغرافية للجمهور مختلفة. طبعا من الأمور الخلافية هو موضوع عمر المرشح، وإن كان لم يكن خلاف كبير جدا. صحيح. الحكومة من خلال إرسالها للقانون كانت تريد 25 عام، البرلمان متوجه باتباع 30 عام، يريد أن يكون المرشح لديه خبرة في عمله. أيضا هناك مشكلة في موضوع القانون، يعني هناك من يريد يكون القانون واحد على 7، وهناك كتل تريد أن يكون واحد على 9. وضح لنا هذه القوانين للكتل الكبيرة من أجل تحقيق عذرا المقاطعة سيد فالح، وضح لنا هذه القوانين التي ذكرتها، ماذا يعني واحد على 7 وواحد على 3؟ طبعا هو طبعا قانون سانت ليغو هو واحد على 7، معناه راح نعطي فرصة أكثر للكتل المتوسطة والكتل الصغيرة في التمثيل في الحكومات المحلية. 1 على 9 هو نسبة احتساب المقاعد انتخابات مجلس النواب العراقي في عام 2010، وبالتالي هو سوف يعطي الفرصة فقط للكتل الكبيرة. وعلى الكتل الصغيرة والكتل المتوسطة أن تأتلف وتتحالف مع الكتل الكبيرة. طبعا هو هذا الموضوع بأكثر من جانب، بجانب سلبي وجانب إيجابي. الجانب الإيجابي عندما تكون هناك كتلتين كبيرة تشكل حكومة المحافظة سوف يكون هناك استقرار واضح وكبير في الحكومة المحلية. بالتالي عندما طبق القانون القديم تلاحظ أن كل المحافظات العراقية تعيش عدم استقرار وإرباك إداري وعمليات استجواب وابتزاز واضح للمحافظين وللسلطات المحلية. أيضا هناك خلاف حول شروط الواجب وجودها بالمرشح للدخول إلى انتخابات مجالس النواب، إضافة إلى الطريقة الأخرى التي أبعثتها الحكومة. الحكومة تريد أن يكون 70% من الصاعدين في انتخاب مجالس المحافظات. طيب. والفائزين هم منهم أعلى الأصوات داخل هذه القوانين، والبرلمان 30% ينفذ عليهم قانون سانت ليغو. والبرلمان إلى أي طريقة يميل؟ طبعا البرلمان يميل إلى إعطاء عدم تطبيق نسبة 70% أو 30%. البرلمان يذهب باتجاه أن يطبق تطبيق قانون سانت ليغو على كل المرشحين وعلى كل الكتل السياسية، ويطبق 1 على 9. وأيضا هذا الموضوع به خلاف بين الكتل السياسية. طيب، ماذا عن المدة الزمنية لدورة مجلس النواب؟ ما الذي ناقشتموه اليوم؟ طبعا أما فيما يخص موضوع المدة الزمنية لانعقاد مجالس المحافظات، طبعا في مجلس النواب هي قضية دستورية لا يمكن لمجلس النواب إجراء تعديل عليها. أما فيما يخص مجالس المحافظات باعتبار قانون مشرع من مجلس النواب، لكن حقيقة هناك أيضا خلاف في هذا المجال. هناك كتل سياسية في البرلمان تريد أن تحدد مدة زمنية محددة وهي 4 سنوات تقويمية من تاريخ إجراء الانتخابات، وبعدها لا يمكن التمديد، لأن نحن عشنا حالتين للتمديد. الآن مجالس المحافظات أصبح لها 7 سنوات وهي موجودة الآن في السلطة، وهناك مشاكل حتى قانونية بهذا الموضوع. فهناك كتل سياسية تسعى أن تجد نص قانوني داخل هذا القانون بأن تحدد بمدة زمنية قدرها 4 سنوات على قرار ما موجود في قانون انتخاب مجلس النواب العراقي. شكرا لك سيد فالح العيساوي عضو مجلس النواب، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد.